مشاهدين أهلا بكم مجددا. ماذا تريد أمريكا من الجزائر؟ وماذا تنوي أمريكا للجزائر؟ قانون CAATSA أو بما يعرف بقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وهو قانون يعرف اختصارا باسم كاستا أو CAATSA، ولقد أقره الكونغرس الأمريكي بهدف فرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية وإيران، إلا أن الهدف بالأساس كان روسيا ومبيعاتها العسكرية وعلاقاتها الخارجية وقطاعات محددة مثل قطاع الطاقة وقطاع الإنتاج العسكري والقطاع المالي. ملخص القانون أنه سيتم فرض عقوبات واسعة على أي دولة يمكن أن تضر علاقاتها مع روسيا بالمصالح الأمريكية. حصل هذا القانون على أغلبية كبيرة تقترب من الإجماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، إذ صوت له حوالي 98 عضواً من الأعضاء المئة في أغسطس آب من سنة 2017. وقبل ذلك مر مشروع القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة بلغت 419 صوتاً من أصوات المجلس الـ 435. وعلى الرغم من عدم إعجاب ترامب بالتشريع الجديد، اضطر الرئيس الأمريكي للتصديق عليه، ومن ثم أصبح قانوناً سارياً. هل دولة الجزائر مستهدفة بهذا القانون؟ لقد قالت السفارة الأمريكية في الجزائر إن هناك مباحثات حاليا بين الولايات المتحدة والجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال شرائها أسلحة روسية. ولقد قال ليسيانس كنوكس براون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في الجزائر في تصريح لصحيفة TSA كل شيء عن الجزائر إن المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يقرر وزير الخارجية أنه علم منذ 2 أغسطس آب 2017 بمشاركته صفقة كبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية. وتعتبر الجزائر من أكبر زبائن روسيا في شراء الأسلحة، إلى جانب التعاون العسكري الكبير بين البلدين منذ مدة بعيد، إلى جانب الهند وفيتنام والصين، حيث أصبحت هذه الأخيرة أول بلد تعاقبه الولايات المتحدة في 20 سبتمبر لشراء أنظمة دفاع صاروخية أرجو من طراز S-400. وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمس عقوبات على الأقل من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام البنكي المالي الأمريكي أو حظر التداول بالدولار الأمريكي أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث قامت بتصدير 2.16 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 واستيراد 990 مليون دولار خلال نفس الفترة وفقا لما ورد. إذا أعجبكم الفيديو أمتعونا بلايك وباشتراك للقناة. شكرا لكم.